case it does this. وبشكل خاص رح ابدا احكي بالاول عن بسميها سكوير ويف او ستيب ويف. ستيب ويف حتى يصير عندي احنا لما طلعنا على السنجل فيز انفرتر، السنجل فيز انفرتر عندي اربع سويتشز بس. تتكون عندي سنجل فيز انفرتر، هاي دي سي سورس. هاي دي سي سورس هنا بعطيني بلس في دي سي ماينس في دي سي. عندي سويتشز 1 2 3 4 وهون بيطلع عندي الاوتبوت. هذا بيطلع معي كمان سكوير ويف اي سي، او اذا بستعمل فانكشن كونجليشن بتحول الكرت بيطلع معي كرت بتفتر بالسايد حسب ما بغير السويتشنج. طبعا هذول راح يصيروا اي جي بي تيز، اربعه اي جي بي تيز. حتى احول هذا الانفرتر ل 3 فيز انفرتر بدي اضيف كمان سويتشز او اي جي بي تيز. خليني ارسمهم اي جي بي تيز. اذا كان هذا مسكر وهذا فاتح ايش راح يصير في على ار؟ طب لو التنين سكروا؟ شو
سيركت ما بصير لما نعمل شورت سيركت على السبلاي مش هيك؟ ما بصيرش يشغل واحد واربعة مع بعض وثلاثة وستة مع بعض واثنين وخمسة مع بعض. إذا هون رح آخذ أول شيء رح ناخذ هون في آر إن في آر إن رح آخذ 60 درجة. لا رح أحتمل إنه الكوندكشن هذا الأسامبشن، أنا هذا مش شرط إنه يكون الأسامبشن الوحيد، بس هذا أحد الكوندكشن إنه 180 درجة هون 180 درجة أوف. فبصير عندي هلا هون في آر إن رح يكون نستعمل لون ثاني الويف فورم، نستعمل لون أحمر الويف فورم. فبصير عندي هلا هذا هون بلس في دي سي ماينس في دي سي أو بلس في دي سي بلس في آر إن. عندي هلا السويتشينج ويف فورم اللي رح تيجي على في آر إن رح يكون عندي 1 2 3 سير على مخي قدام الـ RN وأنا أعتبر الستيتس تبع أو السويتشينج تبع 1. فالسويتشينج تبع 1 رح يكون هون عندي هون بالمرحلة هذه. إذا هون هذا هون وهذا هون أوف. السويتش 1 اللي هو رح نسميه R وبعدين رح نسميه RN. رح يكون هون 180 درجة أوف 180 درجة هون 180 درجة أوف 180 درجة وهكذا. نأخذ هلا الثاني اللي هو تي بار أو تي داش. نرسمه هون تي داش وهذا 2 لكنه بيكفي مع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ونكمل تحت ماشي. إذا راح أخذ تي هلا تي راح يتأخر عنه 60 درجة، لاحظوا هذول 6 وانا عندي 360 درجة لازم اتأخر واحد على الثاني 60 عشان بعدين ارد يكمل مرة ثانية. اذا هذا راح يشتغل 60 درجة مع الار بعدين ناخذ هون اس اللي هي 3 اس. شو لازم يكون علاقتها بار؟ كاتير زاوية تسبق كاتير. لا مش احنا ما بنحكي عن ار اس، انا بحكي اس وار ار اس تي لازم يكونوا بينهم 120 درجه. فبتتاخر 60 درجه عن 120 درجه عن ار 60 درجه عن تي هون راح يكون هي 60 60 هي 60 هون. هي هذا لاحظ هذا بتاخر عنها 60 درجه وتاخر 120 درجه عن ار. هذا راح يجي عندي هلا ار داش و 4 وهذا رح يكون كمان بتاخر 60 درجة. لاحظوا كلهم قديش بيقضوا هون 180 هون 180 هون ممكن اعمل 120 درجة رح نشوف الاختلاف. اذا هي عندي كمان هذا 60 درجة اذا هي 60 60 60 بعد ار داش رح عندي تي اللي هو رقم 5 ورح يتاخر كمان 30 درجة. بس هون ايش في شيء لازم اتكرره؟ 1 2 3 4 بصير تكون نبلش لازم يكون هون هون لازم يكون اوريدي هون هون عندي ثلاثة واخر شيء اللي هو 6 اللي هو الاس داش او اس بار 6 بتاخر كمان 30 درجه عنه 1 2 3 حاجة. إذن هلا هدول صار معروف مين اللي اون ومين اللي اوف في أي لحظة من اللحظة. خلينا ناخذ الآن ال 60 درجة الأولى وأدرسها حتى أشوف بدي أشوف قديش أول شيء الفولتج بدي أطلع أول شيء في آر بالنسبة لـ N. VRN هي قيمة R بالنسبة لـ N. إذا كان واحد شغال راح يكون بلس بوزيتيف، إذا واحد طافي وأربعة طافي معناها زيرو، إذا أربعة شغال معناها نيجاتيف. خلينا نطلع VRN، أنا هون عندي واحد شغال مضبوط، إذا لازم يكون الفترة هاي قديش؟ بلس ADC لحد ما بعدين واحد شغال وواحد شغال راح يكون عندي هون VRN.
بعد الفترة هاي ايش رح يصير عندي؟ رح يصير عندي أربع شغلات مضبوط، أربع شغلات وأربع شغلات. إذا هون بلس بي دي سي ماينس بي دي سي. إذا رح يصير عندي بي آر إن إذا عندي هون بلس بي دي سي ماينس بي دي سي. طيب ايش بالنسبة لـ اس ان؟ نفس الشيء بالنسبة لـ اس ان راح يكون يعتمد على مين؟ على وضعية 3 و 6. هي 3 عندي هذول الثلاثة اللي هون هون وهون وبعدين 6 ماينس هذول هون. راح يتأخر طبعا كم درجة لازم تأخر عنها؟ لا 100 بي ار ان و بي اس ان 120 درجة دائما بين ار و اس و تي او بار بار و اس بار و تي بار. اذا هو راح يتاخر 120 درجه اذا بده يكون هو بلس 1 2 3 اللي هم هذول بلس 2 3 هون هون وبعدين بصير ماينس بي دي سي هون 3. اذا هذا بي اس ان ونفس الشيء راح يكون بلس بي دي سي وماينس BDC plus BDC minus BDC. هلا من هون ايش بقدر اطلع الان؟ اذا بدي اطلع VRS اللي هو الفيز فولتج، لاحظوا هذا الفيز اللايف فولتج عفوا، اللايف فولتج هون هي VRS مضبوط؟ كيف بحسب VRS شو لازم يساوي؟ باي ديفينيشن VRS تساوي VRN minus VSN. اذا VRS اللي هو لاين فولتج بده يساوي في ار ان ماينس في اس ان. المشكله انا بقدرش ارسمه هون بدي اضطر ارسمه فوق. خليني ارسم هون في ار اس. هلا اطلع هون بلس في دي سي وهذا هون ماينس في دي سي. خلال ال 60 درجه هذول قديش في ار اس مساوي؟ انا ارسم بوزيتيف في دي سي راح يكون 0 0 0 بلس في دي سي ماينس 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 في دي سي. في دي سي ماينس ماينس بصير بلس في دي سي فبصير عندي 2 في دي سي. اذا خلال الفترة هاي واضح ليش اثنين؟ لانه هو بلس وهي زيرو وهي ماينس، قديش صار الفرق بينهم؟ اثنين في دي سي. فراح يكون عندي هون خلال الفترة هاي هي واحد هي اثنين بعدين هذا وين راح يستمر؟ بس هذول ال 120 درجة مضبوط، لانه بعدين ايش راح يصير؟ عفوا هون عندي الفترة هاي، هلا هون عندي بلس في دي سي ماينس بلس في دي سي راح يصير في دي سي ماينس في دي سي زيرو. يصير عندي هون زيرو هذا هون 2 في دي سي. بعدين عند النقطة هاي راح يتغير الوضع. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ماينس في دي سي ماينس في دي سي ماينس 2 في دي سي خلال الفترة هاي. فصار عندي هون 1 2 هاي ماينس 2 في دي سي. بعدين راح لو ترجع مرة ثانية بهذا الشكل شو شكل الويف فورم؟ مش سكوير ويف، مرات بنسميها هاي كوازي سكوير ويف او ستيب ويف. فيها جزء هون بلس 2 بي بي سي ماينس 2 بي بي سي هون زيرو. هذا اللاين فولتج. بهمني كمان بدي اطلع اللاين كرنت او الفيز كرنت. اذا بالحالة هاي نفسه اللاين كرنت والفيز كرنت، ايش احسن طريقة اطلع الكرنت بالحالة هاي؟ اللود هون ايش؟ ريزيستر. اذا طلعت الفولتج على هذا الريزيستر مش بقسم على ورق لانه نفس الكرنت، اذا بدي اطلع في ار سي يعني بدي احاول الاقي في ار سي على ار لانه هذا يساوي اي مضبوط. حتى نطلع في ار سي شوفوا لازم ننتبه على كم من شغله. هذول عندي السويتشز ممكن يكونوا شغالين ثلاثه بنفس الوقت مضبوط. ممكن يشتغل عندي لاحظوا مثلا خذ هاي الفتره ممكن يشتغل عندي واحد وخمسة و6
وستة شغالين بنفس الوقت. إذا حتى نشوف هذول كيف بيشتغلوا السويتشز راح ننطبع على البوسيبيليتيز اللي موجودة هون. لاحظوا أنا بهمني هون في آر سي. هلا إذا اشتغل عندي واحد وخمسة وستة معناها واحد مسكر وخمسة مسكر وستة مسكر. إذا سكر واحد وخمسة وستة شوف شو بصير. عندي المقاومة تبعت آر اللي هي هون هي آر هاي موصولة مع بلس في دي سي. وعندي المقاومة تبعت تي هتكون موصولة مع البلس في دي سي. يعني هذا هون السويتش رقم واحد وهذا السويتش رقم خمسة. دكتور بس ما بين الكاميرا وهذا تحت كور هذا ما بين تحت. خلينا ازيح هذا هون. هذا واضح راح ناخذ واحد وخمسة وستة. هاي عندي واحد وهي خمسة راح نشوفهم هذول هاي المفاصيل. واس مع ايش راح تنشبك؟ مع ماينس في دي سي. صارت ثاني هون ستة وهذا ماينس في دي سي وهذول الاثنين بلس في دي سي. هاي المقاومة ار وهاي المقاومة ار وهاي المقاومة ار. لما نطلع هذول المقاومات انا ايش بدي اياه؟ بدي في ار سي. هي في ار سي مضبوط؟ هذول بس مقاومتين مقابل مقاومة سيريز. قديش هذول بصيروا قيمة المقاومتين هذول؟ في ضرب فيها اثنين في اثنين ار ار تربيع على اثنين ار. هاي بتصير ار تربيع على اثنين ار مش هيك؟ ار تربيع على اثنين ار شو يعني؟ يعني ار ار اثنين ار على اثنين كانها هاي ار على اثنين ثلاثة على اثنين. شو هذه من هون؟ ار على لا بدي هلا هون. طيب ماشي اوكي. انا بدي فولتج هون رح يصير في عندي فولتج ديفيجن مش هيك؟ الفولتج ديفيجن بتناسب مع المقاومات ولا بتناسب او عكس مع لا الفولتج المقاومه اكثر رح تعمل فولتج اقل مش هيك؟ فالفولتج هذا اللي هو قديش قيمه الفولتج الكلي هذا بين هون وهون؟ 2 في دي سي. لان عندي في دي سي 2 في دي سي الثلثين رح يجوا هون والثلث رح يجوا هون مضبوط؟ إذا في ار سي بالحالة هاي راح يساوي 1 على 3 مضروب في 2 في دي سي واللي هو بيساوي 2 على 3 في دي سي. إذا لما يكون عندي سويتش، السويتش هذا مسكر مع واحد من هذول الاثنين وواحد من هذول الاثنين مسكر، واحد من هذول السويتشين بصير عندي هون على ار سي بصير عندي 2 على 3 في دي سي. وهي الحالة اللي حاصلة هون، لأنه هون عندي واحد مسكر، خمسة مسكر، وستة مسكر. إذا هون خلال الستين درجة هدول عندي راح أحط واحد وخمسة وتحت ستة راح أحطهم. حتى أبين إنه واحد وخمسة واصلين لي مع بلس بي دي سي وستة واصل لي مع ماينس بي دي سي. قديش راح يكون في آر سي بالحالة هاي؟ 2 على 3 بي دي سي. فلما باجي هون راح أرسم او خلينا ارسم من تحت بس ما في حاجه هون اللي تحت هون لانه خلصنا منهم وعملنا بروتين للفي ار اس. راح استعمل المنطقه هاي هون مبين هيك بس لتحت اخر شيء موجود. خلص راح استعمل انا هذا الصف اللي هون. انا هون بدي في ار سي. في ار سي هلا عندي واحد وخمسة وستة مسكرين، واحد وخمسة وستة مسكرين، واحد وخمسة وستة مسكرين خلال 60 درجة هدول راح يجي عندي 2 على 3 في دي سي. 2 على 3 في دي سي خلال الفترة 60 درجة هدول. طيب خلينا ناخذ الفترة اللي بعد، هلا شو صار عندي هون؟ واحد مسكر. شو اختلف الوضع الآن؟ 2 هذا مسكر، 1 و2 وستة. طلع هون واحد واثنين وستة اختلف الوضع شو صار؟ واحد واثنين وستة. واحد واثنين وستة. صار عندي بطل الشكل هذا اللي هون صار عندي شكل جديد. الشكل الجديد صار هذا. مقاومة ار فوق حالها. مقاومتين تحت اس
وتي مار هذه ناقص في دي سي هاي بلس في دي سي صارت هلا هذه ار وهاي الكوفرنت هي ار 2 فصار الفولتج الاكبر وين يجي على ار الفولتج الاصغر اذا هاي رح تكون بدل ما هلا تكون هاي 2 على 3 فبتصير عندي في ار سي بتساوي 2 على 3 مضروبه في 2 في دي سي وتساوي 4 على 3 في دي سي اذا من خلال ال 60 درجه هذول اللي كان فيهم هلا 1 و 1 و2 و6 مش هيك 1 و2 و6 اذا من خلال الفتره هاي رح تكون 1 2 6 وخلال الفتره 1 و2 و6 رح يكون عندي 4 على 3 في دي سي هاي 4 على 3 في دي سي لحد طيب 60 درجه هون رح يكون 1 واثنين لسه بس مين صار اغلى؟ ثلاثة، واحد واثنين وثلاثة، واحد واثنين وثلاثة فوق صار نفس الحالة راح يرجع اللي هو ثلثين الان زي هون لهي الفترة. هلا خلينا ناخذ الفترة اللي بعدها، هون هلا طفى واحد وراح يشتغل طبعا بداله زين اثنين وخمسة ثلاثة أربعة أربعة صار عندي اثنين ثلاثة وأربعة اثنين وثلاثة وأربعة اثنين ثلاثة وأربعة صفى عندي 2 و 4 تحت 4 و 3 فوق ما نزلت ار هلا وين صارت الار؟ صارت وحده من هذول اللي تحت وفي عندي تنتين منهم تحت اذا قديش بيجي في ار سي؟ 4 لا 1 على 2 على 3 بس نيجاتيف 2 على 3 بس نيجاتيف لانه ار صارت تحت صارت وحده من المقامات اللي تحت هون فبصير عندي هذا هون ناقص 2 على 3 في دي سي والسويتشز اللي عندي هون كانت 1 واحد واثنين وثلاثة إذا المنطق الفترة هاي اثنين وثلاثة وأربعة اثنين وثلاثة وأربعة لا بدي أكتب بس هذول أنا واحد واثنين وثلاثة هذول راح يصيروا مظبوط واحد واثنين وثلاثة مظبوط آه اللي قبلها واحد واثنين وثلاثة بعدين هون صار عندي اثنين وثلاثة وأربعة اثنين وثلاثة وأربعة صارت هاي هلا اذا كملت نفس الطريقه راح الاقي انه هاي الويف فور بتصير هيك هاي الويف فور هي فعليا الويف فور تبعت الكرت لما اذا قسمتها هذه على الار بتعطيني اي سي فهاي صارت الويف فور تبعت اللاين كرنت او الفيس كرنت لانه هذا هون بالحاجه انه تساوي لانه ستار كونكتد لود وهذا صار عندي هو اللاين فولتج اللي شكله شكلهم بيختلف عن بعض هذه هون فيها ليفل هون تو ليفلز تو بوزيتيف ليفلز وتو نيجاتيف ليفلز هذه هون فيها بوزيتيف ليفل وزيرو نيجاتيف ليفل من هون هذا راح يصير كوندكشن ل 180 درجه كل اس سي ار كل اي جي بي تي عم ارجع بالكوندكشن ل 180 درجه الكرايتيريا اللي بتهمني ايش اللي بيهمني بهاي الويف فورم اعرف عنها انها بتقترب من ايش؟ من ساين ويف كيف بعرف انها قديش اقتربت من ساين ويف شو بعمل بحلل؟ بطلع الهارمونكس